أسعد الله مساءكم وأهلا بكم في محاضرة هذا المساء، وهي بعنوان Updates in Sleep Technology. تقدمها الأستاذ الدكتور نيفين زكي، أستاذ الطب النفسي في جمهورية مصر العربية، وهي من خبراء السليب ميديسن في الشرق الأوسط. تفضلي دكتور. مساء الخير. طبعا احنا كلنا عربيك سبيكرز، فهتبقى المحاضره شويه ميكس ما بين اللغتين. وقبل ما ابتدي كل التحيه والاحترام والشكر للدكتور وليد على اولا على اهتمامه وعلى الابديتد سي ام ايز اللي بيعملها لينا كلنا بشكل دوري، وعلى دعوته ليا للمحاضرة دي، وإن شاء الله أننا أكون عند حسن الظن ونستفيد كلنا ونتعلم كلنا مع بعض. أنا اسمي دكتورة نيفين زكي، وزي ما تفضل وقال أنا أستاذ في الطب النفسي في جامعة المنصورة في مصر. أنا كمان الميدل إيست كوردينيتور فور ذا وورلد سليب داي، وده قطاع من الورلد سليب سوسايتي. طبعاً publications و book chapters و researches كتير في مجال السليب، محاضرات كتير في مجال السليب. هو مجال أنا دخلته لأني بحبه، فإن شاء الله نطلع من المحاضرة دي باستفادة ونتعلم مع بعض زي ما نقت. التايتل Updates in Sleep Technology، فأنا هنا هركز على التكنولوجي اللي موجودة حالياً على مستوى العالم في مجال السليب. الهدف الصغير هو ان احنا نتعرف على التكنولوجي دي ونبتدي ننقلها ونستخدمها، سواء في البراكتس بتاعتنا مع البيشنتس، او سواء في الريسيرش بتاعتنا، او سواء في الاديوكيشنال اكتيفيتيز بتاعتنا. والهدف الاكبر ان انا اعمل بروموشن اوف سليب ميديسن ان ذا عرب وورلد، لانه البرانش ده مش واخد حقه، ما فيش ناس اكسبرت و يعني في كميه كبيره داخل الوطن العربي. عدد الفيلوشيبس او عدد الاوفيشال سيرتيفيكتس ان سليب ميديسن داخل البلاد العربيه عدد محدود من الجامعات اللي بتمنحها، واغلبيه اللي اتعلموه خارج الوطن العربي سواء في اوروبا او في امريكا. فالهدف الأكبر من المحاضرة بتاعت النهاردة إن أنا أعمل بروموشن للبرانش ده، إنه يبقى فيه اهتمام بيه أكتر وعلم بيه أكتر مننا كسايكاتريست والباقي التخصصات كمان. في سنة 2018، ودي ذكرى أتشرف بيها، أنا والتيم اللي معايا من جامعة المنصورة قدرنا ان احنا نكسب الـ World Sleep Society Distinguished Activity Award in Sleep Education and Sleep Promotion. انا مش هطول فيها قوي، ولكن هي دي علامة كانت حاجة بالنسبة لي وبالنسبة للتيم بتاعي مشرفة. وتقدروا حضراتكم تدخلوا على الموقع بتاع الـ World Sleep Society، وهيبقى عندكم الديتيلز بتاعت الاكتيفيتيز اللي احنا عملناها واللي احنا اخذنا عليها الـ Award. الأجندة بتاعتي النهاردة في البداية إن احنا نعرف في الأساس الـ Sleep Monitoring إيه الـ Gold Standard Technology اللي مستخدمة في إن أنا أقدر أعمل Sleep Monitoring أو Recording، وبعدين إيه اللي حصل على التحديث على الـ Gold Standard Measures دي. فبقى في حاجة اسمها Wearable Sleep Technology، وبقى في حاجة اسمها Nearable Sleep Technology. فإحنا هنبتدي نعرف التكنولوجي الجديدة دي إيه برضو اللي قدمته في مجال السليب ميديسن. هنتعرف على حاجة مهمة جداً في السليب ريسيرش والسليب ميديسن والتريتمنت أوف سليب ديسوردرز اسمها أكتيغرافي. وهنمر بسرعة على الأذر تراكينج، السليب تراكينج ديفايسز أو سليب تراكينج تكنولوجي. وبعدين هنقول طب ايه هي الهوبس والابليكيشنز بتاعه التكنولوجيز اللي احنا عرضناها او اتكلمنا عنها دي. طيب
مين هو الجولد ستاندرد ديفايس او الجولد ستاندرد تكنولوجي فور سليب مونيتورينج اند اوبجكتيف سليب ميجرينج؟ هو اكيد جهاز البوليسونوجرام، ودي معلومه كلنا كسايكاتريستس عارفينها. جولد ستاندرد معناه انه هو الاساس، هو البيزكس، هو الاب الكبير اللي اشتق اللي هتشتق منه بقى دلوقتي تكنولوجيز تانية. فانا هتكلم على مستوى بعض الزملاء اللي ممكن ما يكونوش عارفين تفاصيل البوليسومنوجرافي قوي، وان كان هو محتاج محاضره لوحده، ولكن انا هدي التاتشز البسيطه اللي عشان اقدر اكمل بعدها باقي المحاضره. البوليسومنوجرافي ده عباره عن جهاز في الاساس بتاعه انه بياخد ريكوردينجز من البرين زي جهاز الاي اي جي بالظبط، لكن هو بيريكورد البرين ويفز اللي مسؤولة عن السليب. فهو بيبقى applied mainly شبه جهاز الاي اي جي كده في نفس المناطق ال 1020 system اللي احنا بنعمل بيها application للاي اي جي او الالكتروانكيفالوجرام، ولكن احنا بنعمل ده اثناء ما المريض بيكون نايم. والهدف من الجهاز ده في الاساس انه يريكورد السليب ويفز المختلفة اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، وبالتالي من خلال السليب ويفز دي او الالكتريك ويفز دي ابتدي اقدر اعمل ستيجنج للسليب. احنا عارفين ان السليب ليه تو ستيجز كبار، النون رابيد اي موفمنت ستيج والرابيد اي موفمنت ستيج، او النون ريم والرام. والنون رابيد اي موفمنت ستيج بتتقسم لثلاثه سب ستيجز، اللي هي نون رابيد اي موفمنت ستيج 1، نون رابيد اي موفمنت ستيج 2، والنون رابيد اي موفمنت ستيج 3 اند 4 او السلو ويف سليب اللي موجوده قدام حضراتكم في الشاشه، والستيج الثانيه الكبيره اللي هي الريم. يبقى انا عندي ستيج المريض بيبقى فيها اويك وبعدين يبتدي يدروخ كده ودراوزي هيبتدي يدخل في النوم، وبعدين لما يدخل في النوم هيدخل في النون رابيد اي موفمنت سليب في الاول بالثلاثه سب ستيجز بتاعته اللي هي 1 و2 و3، وبعدين بعد النون رابيد اي موفمنت سليب يبتدي يدخل في الريم سليب او الرابيد اي موفمنت سليب، وتخلص السايكل الاولانيه ويبتدي الشخص يكرر سايكلز ثانيه بنفس الطريقه خلال الليل. البوليسومنوجرام هيعمل ايه؟ هيعمل لي ريكوردنج للويفز دي، وانا بعد كده ابتدي اعمل اناليسيس ليها واشوف الايه الستيجنج بتاع السليب، وقضى المريض او الشخص في كل ستيج من دي نسبه قد ايه من الوقت اثناء النوم بتاعه. طبعا الترم ده بتاع بوليسومنوجرافي واحد اسمه ديمانت هو اللي قدمه في 1974، وطبعا كانت الاجهزه القديمه بالشكل الغريب والاحجام الكبيره اللي قدام حضراتكم دي ممكن ياخد اوضه كامله، تمام؟ وده كان جهاز بوليسومنوجرام زي ما شايفين حضراتكم سنه 36 كان ده شكل جهاز البوليسومنوجرام اللي هي الفيرجنز القديمه خالص الاولانيه. وده البقيه بتاعته الريكوردينج والمونيتورينج بتاعه زي ما انتم شايفين الجهاز واخد اوضه كامله وحجمه كبير جدا، وطبعا بيستخدم كميات مهوله من الورق لانك انت بتعمل ريكوردينج ديورينج سليب، والسليب ممكن يبقى ما بين 6 ل 8 ل 10 ساعات المريض نايم، طول الوقت ده الجهاز بيسجل فبيستخدم كميات مهوله من الورق علشان يعمل ريكوردينج للوقت ده كله. دي طبعا كلها الفيرجنز القديمه الاولانيه. الجهاز بصفة عامة سواء قديم أو جديد بالإضافة للإي إي جي اللي اتكلمنا عليه هيعمل ريكوردينج كمان. بصوا معايا هنا على الشمال ار او سي وال او سي اللي هي الاوكيولار موفمنت، فهو يبتدي يعمل ديتكشن للاي موفمنت عشان يقدر يحدد الرابيد اي موفمنت ستيج، تمام؟ وهيبقى عندنا حاجات بتعمل ريكوردينج على الشن علشان الاي ام جي، وطبعا رسم قلب علشان الاي سي جي والتفرقه ما بين السمباتيك والباراسمباتيك دوميننس اثناء السليب هيبان من هنا. الاي ام جي برضو بناخد داتا من الليج سواء الرايت ليج او الليفت ليج، فبيبقى عليها الكترودز وعليها ريكوردينج.
وبناخد بنعلق ميكروفون صغير قوي على الرقبة أو جنب البق عشان لو المريض بيشخر نقدر نعمل أناليسز للسنورينج بتاعه أثناء النوم. وطبعاً الباقي الحاجات هتبقى خاصة بالثوركس والأبدومن والشست عشان نشوف الريسبيراتوري موفمنت والأكسجين ساتيوريشن بتاعه بيتقاس عن طريق بلس أوكسيميتر بيتعلق في الصابع. فكل البارامترز دي بتبقى متقاسة من خلال إلكترودز بتتعلق على الأماكن الخاصة دي، وكل إلكترود بيعمل ريكوردينج للمكان أو للداتا تايم بتاعته، وبعدين بتتجمع دي كلها في الشكل اللي زي قدام حضراتكم ده. بعدين إحنا كسليب فيزيشنز نبتدي نقرأ الرسم زي ما بتاع الإلكتروفيسيولوجي بيقرأ الإي إي جي بالظبط، ويبتدي يعمل أناليسيس للويفز عشان نقدر نحكم أوبجكتيفلي على السليب مونيتورينج بتاع المريض. بعد ما كانت الحاجات كبيرة واخدة قوات كاملة وبالشكل اللي حضراتكم شفتوه، العلم الحديث ابتدى يقلص الأحجام، فبدأت تبقى إلكترودز صغيرة زي كده، بيلتس أو أحزمة مطاطة زي كده، بلز أوكزيميتر، شوية وايرز بسيطة، ما بقتش بتاخد حجم كبير زي الأول. طبعاً ده الـ 1020 سيستم بتاع الـ EEG replacement of sleep parameters. فبس أنا طبعاً مش هدخل في تفاصيله، ولكن اللي عارف الـ EEG عارف إن إحنا بنحط electrodes في الفرونتال والتمبرال والبارايتال والأوكسيبيتال، وبيكون تقريباً 24 electrode بمضاعفاتهم. إنما إحنا في الـ sleep minimum بنحط 8 electrodes، ده مينيمم، طبعا ممكن اكتر. ولو هو مريض بيحصل له مثلا sleep related epilepsy او sleep related fits او عنده sleep walking فشاكين في epileptic discharge بتحصل اثناء النوم، عدد الالكترودز اللي بنستخدمها طبعا بنستخدمها اكتر من 8، وممكن نستخدم الفول مونتاج EEG اللي هم ال 22 او ال 24 الكترود اللي بنستخدمهم في الEEG العادي على حسب الحاله. بالنسبة للآي موفمنت، البلايسمنت بتاع الإلكترود، يا إما بحط اليمين الإلكترود على العين اليمين بحطه فوق الحاجب بشوية، تمام، أو إن أنا الشمال بيبقى تحت الآي يعني الأوتر كانتس أوف ذا آي، أو إنه الاثنين بيتحطوا تحت الأوتر كانتس أوف ذا آي زي ما إحنا شايفين في الصورة التحتانية. الإلكترومايوجرام بتاع الشيم بحط واحدة في النص هنا بالظبط حوالي سنتي أو سنتي ونص تحت الميدل لور ليب، بيبقى عندي اثنين ريفرنس، واحدة يمين وواحدة شمال علشان ما يبقاش يعني واحدة سنترال أساسية بتقيس والاثنين التانيين بيلغوا بعض، دي حاجات كهربائية علشان ما يبقاش فيه يقلل يعني الفولس ويفز اللي ممكن تكون بتظهر. السنور زي ما قلت لحضراتكم من شويه بيبقى من خلال ميكروفون صغير قوي، طبعا الصوره متكبره، ميكروفون بيبقى صغير قوي زي ما انتم شايفين كده هنا، بتعلق ممكن على رقبه المريض او على جنب بقه من هنا. طبعا الشاست والابدومن بيبقى بحزمه، وطبعا هو المريض ده هنا لابس البوليسومنوجرام على صدره، والمريض ده حاطط البوليسومنوجرام جنبه على المخده، وطالع من الجهاز الوايرز والحاجه المطلوبه للريكوردينج، والمريض بينام بالتشبيكه دي في السليب لاب. طبعا وهو واقف ممكن الشكل يبقى يخط شويه لانه عنده وايرز على رجليه كمان، في حاجات على ايده البلس اوكسيميتر والحاجات بتاعت الشست والريسبيريشن والاي اي جي والسنورينج وال الريسبيراتوري فلو ريت من المناخير هنا، فممكن شويه الشكل يخط، ولكن الموضوع مع الوقت بيبقى سمبليفايد وعدد السلوك بيقل وبناخد منها نفس المونيتورنج داتا. دي شكل الاجهزه الحديثه بقت بورتابل بتتمسك بالهيت، وزي ما شفتوا في الصور اللي قبل كده ممكن المريض يلبسها زي الجهاز الهولتر بتاع الاي سي جي بالظبط، يلبسها وممكن يروح البيت مش شرط ان هو ينام في السليب لاب بقى دلوقتي، علشان الفيرست نايت افكت انت لما بتغير مكان نومك
كتير مننا كده، غيرت مكان نومك مش هتعرف تنام او هتبقى نايم ريستلس، وبالتالي الريكوردنج اللي هيتعمل داخل السليب لاب ممكن ما يبقاش بيظهر الاكتوال ستيت اوف ذا بيشنت سليب. فاحنا بنديله البورتابل، الجهاز البورتابل ده، وبيروح ينام في بيته في سريره بالوايرز بكل حاجه، فبيبقى مرتاح اكتر وبيبقى الريكوردنج ادق مور اوبجكتيف. طبعا تصميم السليب لابس اللي موجوده جوه الهوسبيتال، يعني لو المريض هينام جوه المستشفى او جوه السليب لاب، بيبقوا اوضتين عباره عن اوضه المريض نايم فيها ومرتاح ومتوصل بالسلوك والجهاز، والاوضه الثانيه قاعد فيها شخص اسمه السليب تكنولوجيست، وده الباراميديك بتاع السليب، وظيفته انه يراقب السلوك، لو السلك وقع ولا حاجه او اتهز او ادى فولس داتا، وظيفته ان هو يدخل يعدل السلك ده على المريض بطريقه معينه انه ما يصحيهوش وما يقلقهوش، ما يولعش عليه النور عشان ما يعملش ديسربشن للريكوردنج الاساسي اللي شغال، ولكن هدفه انه يعمل مونيتورنج للاحداث اللي حاصله. وفي حاله طبعا السليب ابنيا ممكن يستخدم CPAP او يعمل حاجه زي تايتريشن عشان نشوف البارامترز اللي ممكن يستخدمها مريض الشخير ده هتبقى ايه وضعها، وده من خلال السليب تكنولوجيست. والسليب فيزيشن بيجي تاني يوم يقرا الريكوردنج زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ويعمل اناليسيس زي ما بنعمل للاي جي بالظبط. طيب فكرة البوليسومنوجرام اللي داخل السليب لاب اللي جوه الانستيتيوشن، مع الادفانسمنت في التكنولوجي زي ما قلت لحضراتكم ابتدى يبقى هوم سليب تيستينج، فبقى انتقل الاجهزه اللي احنا لازم نستخدمها وجود السليب تكنولوجيست لخلاص المريض هياخد الجهاز وهيروح بيه البيت، وهيبقى اسمه هوم سليب تيستينج ديفايس، ما عادش اسمه بوليسومنوجرافي خلاص. والمقصود هنا انه المريض بيستخدم الاجهزه دي في الهوم انفايرمنت بتاعه. طيب طبعا يا اما بيبقى جهاز زي البوليسومنوجرام بس فيري سمبل وعدد الوايرز اقل علشان المريض يقدر يعلقه لنفسه وينام بيه، ما يبقاش عنده يعني irritation من كتر السلوك، او انها حاجات بتتلبس على الايد زي كده، أو حاجات بتتلبس very simply على الراس زي كده، وبياخد برضو الريكوردينج بتاع البرين وبيعمل sleep staging والelectric activity of the brain during sleep، بتبقى recorded على الديفايس ده بعد ما المريض بيخلص الستادي، بيسلم الديفايس للسليب physician ويبتدي السليب physician يقرأ الداتا. طيب انتقلنا بقى كمان المور ادفانسد ستيج من انه بقى هوم سليب تيستينج ديفايس، يعني كان الاول اسمه بوليسومنوجرافي، بعدين بقى هوم سليب تيستينج ديفايس، وبعدين بعد كده بقت اسمها ويرابل تكنولوجي، لانه هيبتدي يلبس المريض التكنولوجي دي في اماكن مختلفه من الجسم باغراض مختلفه من السليب مونيتورنج، وهنتعرف دلوقتي ازاي. لحد دلوقتي الأمور كويسة وواضحة؟ تمام. Wearable technology، وزي ما شايفين حضراتكم أول حاجة وأهم حاجة يهمني جداً إن احنا كعالم عربي يبقى عندنا علم بيها، ونبتدي introduce this type of technology في الورك بتاعنا، حاجة اسمها الأكتيغرافي. أنا متأكدة أن في كتير مننا عنده اللي هو الاكسرسايز تراكر، اللي هي الفيتنس تراكر، اللي هي زي البند أو الساعة اللي بتتلبس على الريست، والشخص بيعمل بيها monitoring لي maybe he monitors his steps، يعني بيعد الخطوات بتاعته وماشي كم خطوة النهاردة، بيعد الاكتيفيتي بتاعته، البلس والاي سي جي والبريذنج ريت بتاعه أثناء الاكسرسايز، ودي بتبقى حاجات خاصة بالفتنس. لكن الجهاز الأكتيغرافي بقى شبههم قوي، ولكن هو جهاز professional، ما هوش جهاز for lay people use. It's a device for professional use. And it's a device mainly designed to track or monitor sleep. وهنتعرف عليه أكتر دلوقتي.
So, إيه هو الأكتيغراف؟ زي ما قلت لحضراتكم هو عبارة عن جهاز هيلبس في الريست، فهو ريست وورن أكتيفيتي مونيتور، والأكتيفيتي بتاعت الشخص هتبقى كوانتيفايد، والأكتيفيتي بتاعته دي الإيبوك اللي هو عبارة عن دقيقة، الإيبوك ده هو الوحدة الفيزيائية أو الإلكتروفيسيولوجية اللي بيتقاس فيها الأكتيفيتي فيرسس ريست ريذم بتاعت المريض من الجهاز ده، وبالتالي بيساعد شوية في الديتكشن أوف سليب، ولسه هنعرف إزاي. هي طريقة indirect لأنه الإنسان أثناء السليب بيبقى أكيد inactive psychomotorly، يعني مش هيتحرك إلا إذا تقلب مثلا على ظهره من جنبه أو هو عنده sleep walking أو كده، فيبتدي يقوم يمشي أثناء النوم. ولكن الإنسان العادي اللي ما عندوش disorders دي غالبا وهو نايم الأكتيفيتي بتاعته هتبقى أقل كتير من وهو صاحي. فهي indirect measure of sleep من خلال الاكتيفيتي او من خلال الموفمنت بتاع الشخص، ولكنها objective وaccurate في الديتكشن of sleep wake cycles. مين الشخص ده؟ هو ده اول شخص اخترع الاكتيغرافي، وده الساعة اللي هو لابسها في ايده على الريست اللي حضراتكم شايفينها دي، ده كان اول موديل من الاكتيغرافي صنع في العالم كله. بعد كده بدأت التكنولوجي تتحسن وتبقى developed أكتر، بما أنه كلامنا عن السليب تكنولوجي advances، فبقى شكلها زي الفيتنس تراكر أو بقى شكلها زي الساعة الحقيقية، وبعضهم فعلاً بيوريك الوقت أو لوحة عقارب زي كده، فالشخص يلبسها شكلها من بره كأنها watch ولكن هي في الحقيقة actigraph. وبعضهم زي اللي قدامنا دي مثلا هنا على الجنب الشمال، النقطة الصغيرة أو الدائرة الصغيرة دي light sensor، وهنا برضو اللي على إيدنا اليمين فيها 2 light sensor، الساعة بتقدر تدتكت light versus dark cycle، ومن هنا برضو إلى حد ما هي parameter بتقدر تقول لنا المريض نام وطفى النور أو لسه صاحي فالنور والع، أو ده نور لفترة مسائية أو نور لفترة صباحية ففي sun light ولا dim light. اللايت سنسور ده هيقدر إن هو يقيس، ودي واحدة برضو من البارامترز اللي الأكتيغراف بتساعد في إنها تعمل sleep detection من خلالها. ولكن أنا حبيت أقول لحضراتكم إن شكل الديفايس من بره شكله simple جدا، واللي يشوفه ممكن ما يعرفش إن هو professional device for sleep detection. طيب الأكتيغرافي ده دلوقتي الناس اللي هم بيطلعوا في الأوتر سبيس، طبعاً السليب ريتم بتاعهم والجاذبية واللايت والحاجات دي بتبقى مختلفة، فبيحصل لهم disruption of sleep أكيد، وهم هيعرفوا يناموا إزاي وهم قاعدين أو هم واقفين. حضراتكم عارفين إن الناس بتوع السبيس كرافت دول لما بينام وهو واقف، مش بينام زينا، وبينام في اللايت بتاع اللي هو المكوك الفضائي ده. فأدوا لهم أكتيغرافس ولبسوها وطلعوهم الفضاء، وساعدت جدا في ان هم يحسنوا من التكنولوجي بتاع السبيس كرافتس دي علشان صحه رواد الفضاء ويقدروا ان هم يناموا. وطبعا لما بيناموا السليب ديبريفيشن ده مش كويس، وبيأثر على صحتهم، بيأثر على الاميونيتي بتاعتهم، بيأثر حتى على الكوجنيتيف فانكشنز بتاعتهم، فهو يهمهم انه ما يحصل لهمش سليب ديبريفيشن في الفضاء. فمن خلال الاكتيغرافي والداتا اللي خدوها من الاكتيغرافي اللي لبسوها للرواد دول، قدروا ان هم يعملوا الاستاديز الخاصه بالسليب ريزم بتاعهم ويحسنوا من التكنولوجي اللي في المكوك الفضائي علشان ما ياثرش بشكل سلبي على السليب بتاع رواد الفضاء. طيب الاكتيغرافي ده التكنولوجي بتاعته شويه أنا مش هعقد حضراتكم بالرسمة، ولكن يهمني تعرفوا إنه الخط اللي هو بنسميه الزيرو كروسنج ده البيز لاين أكتيفيتي بتاع الجهاز نفسه، مش البيز لاين أكتيفيتي بتاع المريض، تمام؟ وبعدين عندنا بيز لاين للمريض نفسه. طبعا البيز لاين بتاع المريض نفسه في الأكتيفيتي بتاعته لازم هيبقى أعلى من الزيرو لاين بتاع الجهاز.
وبعدين بعد كده المريض صاحي فبيعمل اكتيفيتي، بيمشي بيتكلم بياكل بيشرب، بقى في اكتيفيتي عاليه قوي اثناء الويك بتاعه، فبتطلع فوق الثريشولد. والخط التحت او الخط السلبي او الويف اللي نازله لتحت ده لما بينام الاكتيفيتي بتاعته بتبقى حتى تحت الصفر بتاع الجهاز، لانه حصل طبعا يعني loss of muscle tone والمريض loss of mobility during sleep. ومن خلال الويفز بقى اللي هيبتدي يحصل عليها جهاز الاكتيفيتي والمريض لابسها، بيقدر الجهاز يعمل ديتكشن لويفز زي ويفز الاي اي جي بالظبط. ناخد ويفز لليله كلها او ممكن ناخد ويف ل 24 اور، لانه حتى لو لبسها بالنهار هي مش مشكله، هي مش عامله زي البوليسونوجرام ولا عامله زي الهوم سليب تيستينج ديفايسز انه ريكوردينج بس ديورينج سليب او ديورينج نايت، ولكن الجهاز ده بيتيح لنا ان احنا نعمل ريكوردينج حتى والمريض صاحي وديورينج داي تايم. ف بحصل على ويفز اليوم كامل، وابتدي اخد الويفز اللي شبه اللي قدام حضراتكم دي واعمل لها برضو اناليسيس، ومن خلالها اقدر اتعرف على السليب ويك ريذم. طبعا محتاجه تريننج ومحتاجه ان الواحد يتعلم ازاي يقرا الويفز دي، لكن بمجرد ما اتعلمها هي سهل، زي اي حد ما بيعرفش يقرا اي اي جي، مجرد ما ياخد خلفيه بسيطه الى حد ما بيبقى عنده نوليدج ويقدر يعمل اناليسيس للاي اي جي ده من غير ما يكون هو حقيقي الكتروفيسيولوجيست، على الاقل بيبقى عنده البيزك نوليدج انه ازاي يقدر يتعرف على الويفز دي وهي معناها ايه. نفس الحكايه بالنسبه للبوليسومنوجرام ونفس الحكايه بالنسبه للاكتيجرام. طيب الرسمه اللي قدام حضراتكم دي دلوقتي عايزه حضراتكم تبصوا معايا شويه، المناطق اللي لونها اصفر دي لايت، واي منطقه ما فيش فيها لون اصفر معناها انها النور اتطفى واللايت سنسور ديتكتد داركنس ات ذات تايم. طيب المناطق اللي هي فيها خطوط حمراء عاليه دي عاليه، دي معناها انه المريض كان صاحي واكتف. الخطوط الحمراء الواطيه او اللي هي لو فولتج دي معناها ان المريض نام، وفي بعض الاماكن هتلاقوا مفيش اصلا خطوط حمراء خالص، مما معناه ان المريض ما كانش فيه اكتيفيتي تماما، زيرو اكتيفيتي في الوقت ده، معناها انه داخل في ديب سليب. طيب هل معنى كده يا دكتوره ان انت هتقعدي تبصي بس هو اتحرك امتى والنور طفى امتى والنور ولع امتى وكان ماكسيمم فولتج اوف اكتيفيتي امتى ومينيمم فولتج اوف اكتيفيتي امتى؟ لا، دي الفيجوال سكورينج بتاعي بس للاكتيجرام، ولكن بقيه السكورينج بتيجي من خلال ارقام ومن خلال شويه حسابات ومعادلات ثانيه الجهاز بيطلعها لك او سوفت وير الجهاز بيطلعها لك عشان حضرتك تبتدي تعمل اوبجكتيف اور ديتيلد سليب اناليسيس. مثال على كده، مثلا ده مريض برضو بعينينا، احنا بنحاول نتعلم مع بعض دلوقتي بعيني ازاي اقدر لما اشوف اكتيجرام في ريكوردنج اتعرف عليها. زي ما قلنا من شويه، ما دام في حركه عاليه كتيره ده المريض كان صاحي، اللي هي الخطوط السوداء الطويله دي. طيب المنطقه اللي هي متزلله بالاخضر والخطوط السوداء اللي فيها لو فولتج، يبقى دي المنطقه اللي المريض نام فيها، والمنطقه الخضراء دي بتانديكيت امتى ولع النور وامتى طفى النور علشان ينام او عشان يصحى، واول ما ولع النور ابتدى يتحرك بهاي فولتج تاني، فمعنى كده انه ده كان ويك. نورمال بيرسون تقريبا السليب ويك تايم في كل يوم من دول، يعني كل خط من دول بيمثل ريكوردينج اوف وان نايت، فاحنا هنا عندنا كام نايت ريكوردينج؟ عندنا اربعه، لانه قدام حضراتكم أربع خطوط تحت بعض. لو شفتوا هتلاقوا إن هو تقريبا في كل ليلة من دول هو بينام في نفس الوقت، بيطفي النور في نفس الوقت، وبينام نفس عدد الساعات تقريبا، وبيولع النور في نفس الوقت تاني يوم، ويبتدي يتحرك بعد توليع النور أو يصحى تقريبا في نفس الوقت خلال الأربع أيام اللي قدامنا. طيب شوف المريض ده، ده مريض عنده كرونيك بين. طب انا عرفت ازاي ان هو عنده كرونيك بين؟ برضو دول اربع ايام ريكوردينج قدامنا،
هنيجي نلاقي إن في الوقت المريض طفى النور وعايز ينام مازال بيتحرك مازال بيتقلب من الألم، الألم مأثر عليه مش مخليه ينام كويس، وإن كانت الحركة خلال الفترة المتظللة صحيح الفولتج بتاعتها أقل من الفترة التانية اللي هو صاحي فيها، ولكن مازالت في حركه مقربه قوي من الويك اكتيفيتي بتاعته، وده كان تاثير الكرونيك بين على السليب ريست بتاعه. طيب نشوف الرسمه اللي بعدها. ده واحد عنده سليب ويك سكيدجول الريجولاريتي. عرفنا ازاي؟ احنا المفروض دلوقتي حضراتكم بقيتوا خبراء، عايزه حد يقول لي ده ريكوردينج كام يوم؟ كم يوم دلوقتي دولا حتى في الشات؟ أسبوع. أسبوع واحد بالضبط 7 أيام مظبوط. طيب نتعلم أكتر أو ابتديتوا تتعلموا مني أكتر شوية وابتديتوا تلقطوا التكنولوجي. الراجل ده بينام وبيصحى في نفس الميعاد كل يوم خلال الأسبوع؟ ولا لا؟ نو نو بالظبط. هو كل ليلة متغيرة، شوية ينام بدري صح؟ تاني يوم نام متأخر شوية، اليوم اللي بعده لأ فضل صاحي فترة كان المفروض نايم فيها في اليوم اللي قبله، وهكذا هتلاقوا السليب ويك أكتيفيتي بتاعته الريجولر، وفي كل يوم منهم مختلفة وبتتزحزح، هي بوشت ساعة أو ساعتين يا إما قبل أو بعد اليوم اللي قبله. فهو sleep wake irregular rhythm بتاعه بالنسبة للشخص ده. طيب فهو الـ daytime activity مهمة الـ threshold بتاعها، لأن هي بالنسبة لها أنا أقيس الـ rest activity أو الـ sleep activity شكلها، فمن خلال الـ threshold اللي هو بيعمله وهو صاحي هقدر أعمل reference ليها أو مقارنة ليها. طيب وهو نايم او هو انكتف الويفز بتاعته شكلها ايه؟ طيب انا هنا هسال سؤال من واقع برضو علمنا بالسليب ومن واقع اللي احنا فيه دلوقتي. لو واحد عنده خلينا نقول ريم بيهيفير ديس اوردر او سليب ووكينج مثلا، تتوقعوا الاكتيفيتي ريكورد بتاعته اثناء النوم شكلها ايه؟ مشابهة للويك صح ولا لا؟ يعني هو هيبقى نايم ولكن الاكتيفيتي ريتم بتاعته هتفضل مستمرة على نفس المستوى تقريبا من الويك اكتيفيتي، لان هو بيعمل ويك اكتيفيتيز، هو بيقوم يمشي وممكن يقوم يضرب وممكن يعمل يقوم يطبخ في المطبخ او يطلع بره ويعمل حادثة عربية ويسوق عربيته، فهو بيعمل ويك اكتيفيتيز ديورينج ذا سليب نتيجة السليب اوردر اللي عنده. فالاكتيجراف بمقارنة بالريفرنس ويك اكتيفيتي بتاعته هيطلع لنا انها شبهها جدا، ولكن انا ازاي هعرف انه نايم من اللايت سنسور اللي موجود؟ ده كل الحاجات دي بعيني بس. طيب في اكسسوارز بتتحط جوه جهاز الاكتيجرافي ده عشان تديني معلومات اكتر، ولكن هي مش وايرز ولا حاجه، كلها تكنولوجي او مودلز ادفانسد تكنولوجي بيعملوا لها ادفانسمنت كل شويه. فممكن يعمل ايه؟ ممكن يديني الوقت بالظبط على الساعه، يعني لما اجي اعمل ريكوردنج او اجي اشوف الاكتيجراف بعيني يحط لي الساعه كام؟ دي كانت الساعه 11 بالليل، لا دي كانت الساعه 1، ده كان الساعه 2 الظهر. فالاكتيفيتي اللي موجوده او الليفل اوف اكتيفيتي اللي موجوده الليفل اوف لايت موجود هيبقى ان هارموني مع التايم او مع الساعه محطوطه قدامي على الجراف قدام عيني. ايفنت ماركر يعني ايه؟ المريض مثلا وقع، المريض رجع، المريض طفى النور اثناء النهار، او المريض ده في اليوم ده ما خرجش بره فما تعرضش للسان لايت. فكل ايفنت من دول ممكن انها تتحط كاوبشن جوه الساعه، والمريض كل ما يتعرض لايفنت من دول بيعمل بريشر او بيضغط على الشاشه بتاعه الساعه ويختار الاوبشن اللي هو متعرض له ويسجله. وبالتالي انا لما اجي اشوف الجراف هتبقى الايفنت ده متسجل قدامي برضو على الجراف، وهيقول لي والله هنا المريض was not exposed to sun، المريض هنا دخل الحمام، المريض هنا كان بياكل، ايا كان الايفنت اللي حصلت هتبقى متسجله قدامي على الجراف.
اللايت سنسور قلناه. اوف ريست ديتكشن دي مهمه. افرض المريض حب يدخل حمام والاكتيجراف اصلا مش ووتر بروف، فاكيد هو هياخد الاكتيجراف ده هيقلعها ويدخل يستحمى، او هيدخل يغسل ايديه، او هيروح يعوم مثلا، فلازم هيقلع الساعه. طيب انا لما اجي اشوف الاكتيجراف ممكن انخدع وافتكر الفتره اللي هو قلع فيها الساعه دي افتكرها انها نوم، يعني اعمل لها ريكوردينج على انها سليب بيريود وهي في الحقيقه ان هو قلعها. فبعض الاجهزه هتديني التكنولوجي بتاع انها تقول لي انه الوقت ده او في الديوريشن دي او في النص ساعه دي او في الساعه دي الساعه اتقلعت من على ايد المريض. تمام. درجه الحراره ممكن نقيسها. خلاص الرياكشن تايم للنوم ده واحدة من البارامترز هنتعرف عليها كمان شوية. وهو الراجل ده كان adherent في لبس الساعة أو في لبس الأكتيجراف بنسبة قد إيه من الوقت اللي احنا اديناه. زي ما شايفين قدام حضراتكم الخطين السود اللي على اليمين والشمال، البار الأسود المربع العامل زي مستطيل طويل ده، ده off rest، الساعة ما كانتش ملبوسة في الوقت ده. طيب ايه هي يعني مميزات الاكتيجراف ده عن البوليسومنوجرام؟ اولا الـ ease of use، انه هيلبسها كساعة. تاني حاجة الـ 24 hour recording، وممكن أعمل recording لمدة أسبوع زي ما أنتوا شايفين، أو ممكن أعمل recording لمدة شهر. هو المريض هيفضل لابسها كساعة في إيده وهي مش عاملة له أي مشاكل في حياته، يعني كأنه لابس ساعته العادية. تمام. طيب والتكنولوجي أو البيزك بتاع التكنولوجي اليوز بتاعها شرحته لحضرتك، ولكن هل ده معنى انها تيكوال البوليسومنوجرام؟ يعني في السليب ديتكشن والسليب بارامترز بتاعتها تيكوالز بوليسومنوجرام؟ ايوه، في دراسات كتير، وبعد المحاضره دي تقدروا حضراتكم تبتدوا تعملوا ريسيرش على الفاليديتي اوف اكتيجرافيك ريكوردينج فيرسس بوليسومنوجرافيك ريكوردينج فور سليب مونيتورينج. هتلاقوا انه الفاليديتي بتاع الاكتيجراف فوق ال 80% مقربة من البوليسومنوجرام بنسب عالية. وبعض المودلز، بعض الشركات، عشان بس أنا هنا I don't have any conflict of interest، I'm not promoting to any specific company in specific خالص، ولا أنا لي أي علاقة financial بيهم عشان أبقى واضحة، ولكن في بعض الشركات بتقدم مودلز تكنولوجي بتاعتها أعلى لدرجة أنه الفاليديتي بتاعتها 95% أو 98% مقربة من البوليسومنوجرام في السليب مونيتورينج. طيب ايه هي الداتا اللي الاكتيجراف بالنسبه للسليب مونيتورنج بتقدر توفرها لي، بالاضافه للحاجات البسيطه اللي انا قلتها لحضراتكم لما اشوف بعيني بس؟ السوفت وير بتاع الجهاز نفسه لما باجي اعمل اناليسيس للويفز واعمل بقى اكتوال بروفيشنال ستاتستكس بيقدر يديني بارامترز كتير جدا، من ضمنها التوتال سليب تايم، السليب افشنسي، وده طبعا عدد الساعات اللي المريض دخل فيها في اكتوال سليب على عدد الساعات اللي هو قضاها داخل السرير. السليب ليتنسي، يعني هو لما دخل السرير نام بعد قد ايه من البيد تايم، اخذ 10 دقائق، اخذ ربع ساعه، اخذ ساعه على ما نام، دي بسميها السليب ليتنسي. الويك افتر سليب اونست، بعد ما المريض ده نام هل صحي مره ثانيه لاي سبب؟ حتى لو هيقوم يدخل حمام، فده اسمه ويك افتر سليب اونست، بتقدر الساعه تعمل لها ريكوردينج او الاكتيجراف يقدر يعمل له ريكوردينج. السليب ويك ابيسود او السليب ويك سايكل نفسها كان عددهم كم واحده، الديوريشن بتاع كل سايكل كان تقريبا قد ايه، السليب سايكل الاطول كانت امتى، السليب سايكل اللي كانت ديب فيهم كان معادها امتى، حاجات زي كده. الداتا دي تقدر الساعه تديهاني بعد ما اعمل اناليسيس للداتا او ريكوردينج اللي اخذته منها. في بعض التشخيصات زي مثلا الريستلس ليج سيندروم، السليب ووكينج، الحاجات اللي هيبقى فيها موفمنت، مودلز معينه وظيفتها الديتكشن اوف ذس تايب اوف موفمنت، فبتبقى مور سبيسيفيك ذان البوليسومنوجرام ان ديتكشن اوف ذيس تايبس اوف سليب ديسوردرز.
وفي بعض الاكتيجرافس بتتلبس على الانكل مكان الرجل، ودي انا شخصيا استعملتها اثناء وجودي في انجلترا لدراسه هذا الشيء مع التشيلدرن. الطفل خصوصا الطفل الصغير اللي لسه مش بيمشي، يعني اللي هو عمره ممكن يكون اقل من سنتين، نقدر ندرس السليب بتاعه من خلال ان احنا بنلبسه الاكتيجراف ده على الانكل بتاعه، وبيعمل sleep recording بشكل كويس قوي للأطفال في السن ده. وطفل بصفة عامة لو احنا عملنا له موديل شكله حلو كده على شكل ميكي ولا حاجة وديناه له، حبينا نعمل detection of pediatric sleep disorders، أكيد الأكتيجراف هيبقى more convenient than إنك تبعت الطفل أو الأدوليسنت للسليب لاب وتعمل له وايرنج بالسلوك والأجهزة الكتيرة اللي احنا شفناها. أكيد الطفل مش هيبقى مرتاح ومش هقدر أخد داتا كافية بالنسبة له عشان أقدر أحكم على السليب ديسوردر اللي عنده. أدفانتج بيقدمها برضو الأكتيجرافي فوق البوليسومنوجرام إنه بيقدر يعمل سيركاديان ديتكشن. طبعاً الاضطرابات الساعة البيولوجية في النوم مش كافي إن أنا أعمل ريكوردينج لليلة واحدة زي ما البوليسومنوجرام بيعمل لمدة 8 ساعات مثلاً خلال الليلة. السيركاديان ريتم بيحتاج فترات أطول من الريكوردينج، مينيمم مثلاً 48 ساعة، ممكن أسبوع ممكن أسبوعين. في حالات الجيت لاج مثلاً، الشخص اللي عنده جيت لاج ده بحتاج مثلاً أسبوعين أو أكتر، بيبتدي الجيت لاج سيمتومز بتروح. فخلال الأسبوعين اللي هو رجع فيهم من السفر أو اللي هو سافر فيهم لتايم زون تانية، هتبقى الأكتيجراف ده الأيديال ميثود of detection of his sleep rhythm in order to help him with his circadian rhythm sleep disorder. Correlation of the actigraphy data مع بقى الميلاتونين rhythm، زي ما برضو أنا عملت في أحد الريسيرشز بتاعتي، correlation of actigraphy data مع الأذر parameters اللي بتقدر نقيس بيها circadian rhythm، سواء scales أو سواء الchronotype بتاع الشخص، هل هو morning type ولا evening type. You can correlate the data from the actigraph with all of these other circadian parameters and it will help too much, even more than polysomnogram, in detecting all of the six circadian rhythm sleep disorders. Advanced sleep phase، وانا اقصد طبعا advanced sleep phase، delayed sleep phase، أقصد الجيت لاج، أقصد النون 24 hour، وأقصد الirregular sleep work والshift work sleep disorders. الستة دول احنا بنسميهم circadian rhythm sleep disorders. والمين method of diagnosis is the actigram. طيب ممكن استخدم الاكتيجرافي مع البوليسومنوجرافي، اقدر اعمل كده، واقدر اعمل هوم سليب تيستينج والبس المريض برضو الساعه بتاعه الاكتيجرام واخد داتا من هنا واخد داتا من هنا، واقدر ان انا يعني اعمل كوريليشن او اخد بعض البارامترز اللي مش موجوده في البوليسومنوجرام اكملها من الاكتيجرافي والعكس. وبالتالي مش معناها ان انا بعمل ديفايس واحد في السليب مونيتورنج، اقدر ان انا استخدم اكتر من ديفايس واستفيد بالفوائد اللي بيقدمها لي كل ديفايس في الديتكشن اوف سليب والمونيتورنج مور اوف سليب. و يعني كده ابقى بعمل مور اوبجكتيف ميجرمنت، لانه دايما، ودي معلومة احنا يعني بنتغفلها شوية كأطباء حتى، انه السليب ديسوردر بتبقى دايما الكومبلينت سبجكتيف. يعني انا بسمعها من المريض بيقول لي طيب يا دكتور انا ما بنامش، او بنام وبصحى تاني يوم وحاسس اني مش نايم، او كلها بتبقى سبجكتيف كومبلينتس. ازاي اقدر اخد بقى اوبجكتيف داتا من البرين بتاع المريض نفسه او من البودي بتاعه، من الاذر فسيولوجيكال بارامترز اللي بتتغير اثناء السليب؟ هيبقى من خلال الاجهزه اللي انا اتكلمت عليها من شويه. وزي ما قلت لحضراتكم كل واحده ليها ميزه وعيب. واللونج تيرم مونيتورنج هيبقى متحقق من خلال الويرابل ديفايسز او الهوم سليب تيستينج اكتر من البوليسومنوجرام او السليب لاب، البروفيشنال سليب لاب.
ونفترض ان البوليسونوجرام اصلا مش افيلبل عندي، والاجهزه دي اصلا مكلفه جدا، وسعر الاكتيجراف بالنسبه لسعر البوليسونوجرام يعتبر ممكن الربع او الثلث في بعض الموديلات. زي ما قلت I'm not promoting for certain model, but حضراتكم بعد المحاضرة تقدروا تعملوا سيرش، يبقى عندكم الـ background of knowledge انك تدور وتشوف المودلز وتشوف الأسعار. ففي بالنسبة لسعر البوليسومنوجرام نفسه انك تشتري وحدة او تأسس sleep lab هيكلفك كام، وبالنسبة انه يبقى عندك actigraph وتستخدمه كهو ده الـ sleep lab بتاعك المتنقل، ده برضو هيكلفك كام. في فرق كبير في التكلفة، لكن زي ما قلت كل حاجة ليها العيب والميزة، عشان محدش يفتكر ان انا بعمل بروموشن لحاجة معينة ضد التانية. ممكن ان انا استخدم الاكتيجراف ان انا اشوف بيها تأثير الدواء، بمعنى انه لو مريض انسوميا مثلا وانا شخصت حتى الانسوميا سبجكتف بدون استخدام اي اجهزة، طيب وابتديت ان انا اعالج سواء كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او ابتديت اعالج بميديكيشن، والمريض بيجي لي بتابعه بعد كده وسبجكتيفلي بيقول لي الانسوميا اتحسنت، طيب هل يكفي ده؟ لا انا اقدر، او قال لي حتى انها ما اتحسنتش، او قال لي انا بنام 4 ساعات او بقيت بنام 6، اقدر ان انا اخد اوبجكتيف داتا تساعدني ان انا احكم على الحاله دي بشكل اوبجكتيف من خلال ان انا اعمل له سليب ريكوردينج وهو بياخد الادويه. تمام، واحد برضو سليب ووكينج او سليب توكينج ابتديت ان انا اعالج، واحد عنده ناركوليبسي وابتدى تجيله سليب اتاكس ديورينج داي تايم، تمام، او ناركوليبتيك اتاكس لبسته الساعه وابتديت اديله الاستيمولانت، تمام، ابتدي احكم على الفريكوانسي اوف ناركوليبتيك ابيسودز من خلال انه يلبس الاكتيجرام، والداتا اللي هاخدها هتبقى بتساعدني على الحكم على المانجمنت بلان بتاعي وهكملها ولا لا، أو هعمل أي إديشن. المرضى اللي هم بيجي لهم داي تايم سليبنس وهو سايق مثلا، ده ممكن إن أنا أحكم على خطورة نوبات النوم اللي بتجيله أو الهايبرسوميا اللي بتجيله أثناء تعرضه لمواقف خطيرة زي السواقة، أو زي إنه يكون واقف قدام آلة أو مصنع ممكن يأذي نفسه أو يأذي حد تاني من خلال حادثة عربية. I can actually detect the seriousness and the frequency of these hypersomnic episodes من خلال الاكتيجرافي. مش هقول له تعالى نام في البوليسونوجرام وسوق عربيتك جوه السليب لاب، it's impossible، ولكن في حالات زي كده اقدر من خلالها ان انا اعمل مانجمنت بلان للمريض ده ويساعدني فيها الاكتيجراف. النقل علق شوية دكتور وليد، يعني بدوس خلاص قلق. أيوة، طب بالنسبة للإلدرلي بيبول، الناس اللي عندها دمنشيا وبتطلع تمشي أو بتتوه مننا، هيساعد جدا الجهاز ده في إن أنا أعرف الأنتي دمنشيا ميجرمنتس اللي بعملها قللت البيهيفيرال أند سايكولوجيكال فيتشرز أوف دمنشيا ولا لأ، وزي ما قلت من حضراتكم شوية الأطفال. أنا بقيت بورينج الجزء الثاني من المحاضرة، يعني بعد ما نخلص الأكتيجراف همشي فيه بسرعة لأنها حاجات لطيفة، يعني مش تقيلة قوي. طيب الأكتيجراف يهمني إن أنا التكنولوجي بتاعه، صحيح أنا اديت لحضراتكم بيزكس أو لمحة بسيطة، ولكن الديتيل تكنولوجي اوف يوز، ازاي اعمل اناليسيس، ازاي اعمل المعادلات بتاعه حساب البارامترز اللي اتكلمنا عليها، ازاي اقدر اعمل ابلكيشن لليوز بتاعه سواء مع المرضى بتوعي في التشخيص او في العلاجات بعد كده، الحاجات دي كلها انا حابه ان الناس تبتدي تتدرب عليها وتتعلمها، وحابه ان الجهاز ده يبتدي يبقى منتشر اكتر في العالم العربي. ومش بقول انه مش موجود، هو موجود وعندنا اماكن بتستخدم، وأنا بقدم تحية هنا وإن كانوا مش موجود معنا لشخصين من السليب فيزيشنز في الوطن العربي، الدكتور أحمد حمام في السعودية عنده سليب لاب من أحسن السليب لابس، وعنده أجهزة أكتيجرافي وبيستخدمها كلينيكال وريسيرش،
والدكتور محمد العبري في سلطنة عمان برضو السليب لاب بتاعه عنده سليب لاب بوليسوموجرام وعنده أجهزة أكتيجرافي بيستخدمها في العلاج والدياجنوزز وفي الريسيرش. فأنا حابة أن الفكرة تنتشر أكتر، مش بقول يبقى عندنا حاجة واحدة، المانع أن يبقى في كل بلد عربي وفي كل جامعة عربية أو في كل مستشفى عندها مرضى سايكاتريك أو عندها مرضى سليب ديس أوردر أن هم يبقى عندهم سليب لاب، يبقى عندهم سليب لاب كامل بكل الأجهزة المتوفرة. ومش لازم نبتدي كبار مرة واحدة، ولكن نخلي الفكرة في دماغنا ونعمل التريننج ونبتدي يبقى عندنا شهادة سيرتيفايد في الوطن العربي للسليب فيزيشنز زي اليوروبيان بورد اوف سليب فيزيشنز اللي أنا أخدته وعديته، وزي الأمريكان بورد، وزي الدول المتقدمة اللي مدية الاهتمام للسليب ميديسن من خلال specialized certificates و specialized diplomas. يعني ده كان هدفي من الانترودكشن بتاع الاكتيجرافي، وياريت احنا لو وصلنا للهدف ده هيبقى ساعدنا مرضانا وساعدنا العلم وساعدنا الريسيرش ان احنا نقدم خدمة احسن للمرضى دول في المستقبل من خلال الداتا اللي احنا بنحصل عليها. الجزء اللي جاي هيبقى جزء لطيف وخفيف، مش هتقل على حضراتكم فيه قوي. نفس فكرة الأكتيجراف، بقى فيه other tracking methods، ولكن الـ other tracking methods دي بتقيس حاجات تانية مع السليب. ماشي، يعني ممكن هتبقى حاجات أساسها إنها cardiology مثلا، فيبقى مرضى الهارت بنقيس السليب problems الـ cardiac patients، الناس اللي مركبة مثلا pacemaker، الناس اللي هي عندها atrial fibrillation، واحد في الاي سي يو بهارت بروبلم، نقدر من خلال ده ان احنا نديتكت السليب. خلي بالكم الجلطات والستروكس والحاجات دي في دراسات بتقول ان اكتريتها بتحصل مساء، او اكتريتها بتحصل اثناء النوم، او اكتريتها المريض بينام وباول حاجه تحصل له الصبح اول ما يصحى من النوم تحصل له الجلطه. تمام، فهو لقوا في دراسات كتير بتثبت انه الستروكس والكاردياك ايفنتس والحاجات اللي زي دي سليب ريليتد، يا اما اثناء السليب او قبله او بعد ما يصحى الشخص على طول. فمهم ان احنا يبقى عندنا ديفايسز تديتكت الكاردياك بروبلم مع السليب بروبلم في نفس الوقت، علشان نقدر نعمل بريفنشن للحالات اللي زي دي من الداتا اللي احنا هناخدها من المرضى دول. التقليبة بس بتاخد وقت، مش عارفة ليه. أيوة، ده مثلا، لا أنا عايزة رينج، ده مثلا سمارت رينج. زي ما حضراتكم كده شايفين في الصور، كل الحكاية إنه هو عبارة عن دبلة أو خاتم المريض أو الشخص هيلبسها. تمام، ولكن من الاسم هي سمارت. سمارت بما معناها ان هم حاطين فيها سنسورز، خلاص السنسور دي بيبرمجوها على حسب البارامتر اللي احنا عايزين نقيسه. عايزين نقيس هارت ريت، هنقيس الهارت ريت. عايزين نقيس البريدنج او الريسبيراتوري ريت، هنقيس الريسبيراتوري ريت. عايزين نقيس السليب ويك ريذم، ممكن السنسورز المحطوطه جوه الرينج هتساعدنا فانها تقيس السليب ويك ريذم. طبعا الحاجات دي ما زالوا بيعملوا على الديفلوبمنت بتاعها علشان يخلوا الفاليديتي بتاعتها قريبه من الفاليديتي بتاعت مين؟ الجولد ستاندرد حبيبنا اللي احنا اتكلمنا عليه في اول المحاضره، اللي هو الباليسوميجرام، وهو الريفرنس بتاعنا في اي سليب تراكر. واي شركه من دول او اي اختراع من دول دايما علشان يشوف الاختراع بتاعه جيد ولا لا، لازم يقيس الفاليديتي بتاعه البارامترز بتاعته اللي اخترعها بالنسبه لمين؟ للجولد ستاندرد حبيبنا او للبوليسومنوجرام حبيبنا. فطبعا لما بيبقى فيه اختراع زي كده ممكن في البدايه الفاليديتي بتاعته يبقى رقم قليل، ولكن هم يعملوا على الديفلوبمنت بتاعه بحيث يعلوا الفاليديتي دي ويقربوا من البوليسومنوجرام على قد ما يقدروا. طب الاختراع اللي بعد كده الجهاز، الصوره دي معلش مش راضيه تقف، اللي هو الجوانتي اللي زي الجلوفز كده الملبوسة، مش عارفة لو حضرتك تساعدني يا دكتور وليد في الصورة إنها تيجي صورة الجلوفز. لا مش دي، أيوة دي، مش عارفة مش بتقف يعني.
حضراتكم لمحتوا الصورة اللي هي أيوة الجلوفز دي. الجهاز ده دريم انديوسر. يعني ايه دريم انديوسر؟ اخترع بيتلبس بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، ولكن اللي اخترعه على انه يعمل induction of certain dreams. طيب هل هدفنا يعني ان احنا نخلي الواحد يحلم باي حاجة بيحبها او بيكرهها، او نجيب له مثلا كابوس نخوفه بيه ويقوم مفزوع تاني يوم؟ لا، الهدف هنا ان احنا نقدر ان احنا نتحكم في مين الديسوردر اللي عندنا اللي عنده دريمز يهمنا ان احنا نعالجها وما تحصلش. او مثال يعني على حاجه زي كده، البوست تروماتيك ستريس ديسوردر، الجنود اللي راحوا الحرب بيبقى عندهم مشكله في الدريمز بتاعتهم انها دايما ايه. برافو الدكتوره منار جاوبت في الشات البي تي اس دي، شكرا للدكتوره منار. ايوه البي تي اس دي هيبتدي يحلم بالتروما، ودايما الاحلام دي مرقاه، وكل ما يجي ينام يا عيني جياله الايمجز. طيب احنا اذا قدرنا نتحكم في الدريمز دي ونخليها pleasurable dreams، او نعفيها خالص ما تحصلش، ونعمل لها replacement بحاجه تانية ما تكونش مزعجه بالنسبه له، يبقى احنا عالجنا المريض ولا لا؟ عالجناه. لانه الدريمز دي من ضمن الحاجات اللي حتى الاي موفمنت سنسيتايزيشن ثيرابي مش بتضيعها. يعني في سيمتومز من البي تي اس دي بتبقى صعبه، بتفضل ريمينينج كرونيك مع الشخص ومش بنقدر نحصل عليها. طب لو احنا حصلنا على اختراع زي ده ونجح في المهمه بتاعته وقدر ان هو يعمل دريم انديوسر ونتحكم في الدريمز بتاعت الشخص بطريقه معينه، يبقى اذا احنا هنا قدمنا ثيرابي للمرضى دول، سواء بتاع البي تي اس دي او اي او الريم بيهيفير ديس اوردر، الناس اللي هي بتعمل اكتنج اوت على الدريمز بتاعها ويقوم يعمل جريمه لانه شاف دريم معين بيحسه على انه يقوم ويمسك السكينه ويقتل الوحش ده، وهي تبقى مراته وهي اللي جنبه، ونصحى الصبح على جريمه، والحاجات دي بتحصل مش تخيلات. فاذا احنا قدرنا نتحكم في الدريمز بشكل ثيرابيوتيك، يبقى احنا كده قدمنا خدمه للانسانيه او البشريه. طيب الجهاز اللي بعد كده ده شبه شويه الجهاز اللي اتكلمت عليه من شويه، ولكن ده lucid dreamers. يعني ده بيعمل dreams في مرحله مين؟ النون رابيد اي موفمنت ثيرابي، هدفها relaxation، وانه المريض يحصل على deeper sleep، يعني ان احنا نطول في الستيج 3 و 4 شويه عند المريض ده اللي هي الستيجز اوف ديب سليب. وان احنا نساعده يحصل على سليب افضل او كواليتي اوف سليب افضل من اللي كان بيحصل عليها. الفكره انه الجهاز ده لو حضراتكم عارفين التي ام اس او حتى الاي سي تي اللي احنا بنستخدمه، احنا بنابلاي الالكترودز في مناطق معينه على الراس وهدفها انها توصل لسنترز معينه في البرين. الجهاز ده نفس الفكره، هو هيطلع سيرتن اكتيفيتي توصل للسليب سنتر وتتحكم في ستيج 3 و4 سليب اثناء النوم، وبالتالي تتحكم في الدبث اوف نوم واللوسيد دريمينج من عدمه. زي ما حضراتكم شايفين وايد رينج سبيكترم اوف تكنولوجي، من اول ان احنا نعمل سمارت شوز، تمام، سمارت رينج والسمارت واتش اتكلمنا عنها، في عندنا سمارت بيلت، في عندنا سمارت جاكيت، تمام، في عندنا سمارت جلاسز. يعني كل التكنولوجي دي، وعشان كده الارتفيشال انتليجنس دلوقتي ابتدى يدخل في الميديكال تريتمنت والادفانسمنت اوف ميديكال تريتمنت اند دايجنوزز من خلال التكنولوجي بتاع الويرابل تكنولوجي. فانا بلبس حاجه طبيعي ان انا بلبسها، سواء بلبس نظاره او بلبس جزمتي، دي حاجات مش حاجات اضافيه هلبسها، ده كلنا بنلبس الحاجات دي. فانا لو لبست حاجه سمارت بتعمل ديتكشن لحاجه معينه او مشكله معينه، فده انا هنا عملت ادفانسمنت في التكنولوجي، سواء السليب او اي بارامتر فيسيولوجيكال تاني انا حابه ان انا ابرمج الجهاز ده او القطعه دي عليه، هتعمل له ديتكشن وهتديني الداتا
على سوفت وير، ابتدي اعمل لها اناليسيس وابتدي اعمل ديفلوبمنت للداتا دي، او اعمل مانجمنت بلان بناء على الداتا اللي انا هاخدها. طبعا الجوجلز او الجلاسز في منها سمارت مخترعينها مخصوص عشان الشيفت وركرز يلبسوها بعد ما يطلعوا من الشيفت الليلي. يعني انا كان عندي نايت شيفت، ففضلت صاحيه اثناء النايت شيفت دي عشان اعمل شغلي، تمام. هاجي مروحه تاني يوم البيت بقى اثناء النهار، الوقت اللي الناس فيه صاحيه، انا هنام لان انا شغلي بالليل، فبنام بالنهار وبعدين بصحى بالليل في الوقت اللي الناس نايمه فيه، انا بصحى عشان اعمل الشغل، انا شيفت وركر. طيب اثناء النهار لو انا ما عرفتش انام، لانه البيولوجيكال كلوك بتاعتي متظبطه على مواعيد نوم وصحيان ثابته بالنسبه للدارك واللايت سايكل، في نوع من انواع الجلاسز او السمارت جلاسز دي مخترعينها مخصوص عشان شيفت وركرز تساعدهم على النوم اثناء الدي تايم، يلبسوها شويه وتتحكم في اللايت ويفز اللي داخله الجسم شويه، بحيث انها تساعدهم على induction of sleep during the daytime. وفي نوع تاني منها بيتلبس أثناء التعامل مع السمارت ديفايسز زي الموبايلات أو الشاشات بتاعة الكمبيوترات. الناس اللي بتقعد قدام الأجهزة دي لفترات طويلة، الأجهزة دي بتبث نوع من أنواع اللايت اسمه البلو لايت، وكل الريسيرشز اتكلمت على إن البلو لايت ده harmful for the suprachiasmatic nucleus أو biological body clock. فإزاي طيب الناس هتبطل تشتغل على الكمبيوتر، أو الناس هنعالج كل الناس من الإدمان على الموبايل؟ أكيد مش هنقدر. فهم بيلبسوا الجوجل دي أو الجلاسز دي، بتمنع بس البلو لايت من الأجهزة، وبالتالي تقدر تقعد قدام الجهاز بتاعك 8 ساعات 10 ساعات بتعمل شغلك قدامه من غير ما يحصل harmful destruction للسوبراكيزماتيك نيوكليوس impulses، أو من غير ما يحصل harmful destruction للبيولوجيكال بودي كلوك بتاعك. الكونسبت بتاع التالي ميديسن اللي طلع أثناء فترة كورونا، سواء في السايكاتري أو في غيره، وإن إحنا نقدر نباشر للمريض عن بعد. حتى في التالي ميديسن عملوا في بعض الأماكن إنه بعض الأجهزة الويرابل المريض بيلبسها، والتالي ميديسن بروجرام اللي أنت بتقوم بيه بيديلك فكرة عن المريض أثناء ما أنت بتتصل بيه في أي بارامتر أو في التخصص بتاعك، بحيث أنك أنت كأنك برضو المريض معاك بشكل بيرسونال، وانت كشفت عليه يلبس ساعة، يلبس ريست باند، يديلك بيها الضغط، يديلك بيها قياس السكر، تشوف ده عن بعد من خلال التلي ميديسن، فتقدر تقوم بشغلك من غير actual contact مع المريض. فالwearable technology ساعدت في التلي ميديسن، أو هتساعد بعد كده في الإيرا بتاعة الديستانس treatment أو therapy. ودي بس أمثلة على أجهزة ECG wearable جديدة advanced، غير ECG اللي لازم نحط إلكترود على الإيد والرجل ومش عارفة كم إلكترود على الصدر، بقت مجرد باتش لاصقة هتحطها في أي مكان وهتعمل لك ECG للمريض. even the ECG watch في منها اكتجرام زي ما انا اتكلمت لحضراتكم شويه، واقدر ان انا ادي الواتش للمريض ويرجع لي بالداتا سهله. فالويرابل، في ويرابل بلس اوكسيميترز، واعتقد ان دي حصل لها رواج برضو جدا اثناء فتره الكورونا، لانه البيشنتس كانوا مقبلين على شراء البلس اوكسيميتر. اي واحد يسخن ويكح يقول لك بس عندي كورونا، طب انا هعرف ازاي اما اشوف الاوكسجين ساتوريشن بتاعي؟ فالاجهزه دي حصل لها رواج جدا في خلال السنتين او الثلاثه بتوع الجائحه. يعني ما بقتش بس انها لازم تتلبس على الاندكس او تتلبس على الثمب، لا بقى في بلس اوكسيميترز ثانيه شكلها مور ادفانسد وتكنولوجيكالي مور سمارت، وما بقتش زي زمان. خلصنا البوليسومنوجرام، اتكلمنا عليه، اتكلمنا على الاكتيجرافي، واتكلمنا على فكره الويرابلز. طبعا انا ما حطيتش كل الويرابل تكنولوجي المسؤوله عن السليب كلها، ما حطيتهاش في البرزنتيشن، ولكن كان هدف
في توصيل الفكرة والايديا والبيزك كونسبت. دلوقتي هتكلم على حاجة اسمها نيرابول. من اسمها نيرابول يعني مش هتتلبس، ولكن دي هتتحط جنب المريض في مكان، وهتقوم بنفس فكرة السليب مونيتورينج أو السمارت مونيتورينج of certain parameter that I want. So هي دي ديفايس هتتحط يا إما جنب السرير بتاعك، يا هتتحط هتلبس المخدة أو هتلبس الماترس، وهي فيها وهتبقى بعيد عنك، حتى ممكن تحطها على الكومودين وجنبك أو على مكتبك أو حتى على الأرض في أوضة النوم، وما زالت هتقوم بسليب تراكينج أو سليب مونيتورينج. طب التكنولوجي ازاي حضرتك وانت سايق؟ الرادار بيعرف سرعتك ازاي؟ او الرادار بيعمل ديتكشن الموفمنت بتاعتك بسرعه ايه ازاي؟ هي نفس فكره الرادار تكنولوجي اتحطت في الاجهزه دي علشان تعمل ديتكشن للسليب ويك بارامترز عن بعد من غير ما تلمسك وتبقى بعيد عنك، ولكن الرادار تكنولوجي اتحط فيها عشان تعمل ديتكشن. وهوريكم بعض الصور للاجهزه دي دلوقتي. اللي قدام حضراتكم ده مثلا اسمه جهاز النايتنجيل، بغض النظر عن الشركه، مش هقول شركه ايه وان كان هو مكتوب قدام حضراتكم، ولكن مش هدفنا نعرف الشركه، ولكن هدفنا نعرف فكره الجهاز. فكره الجهاز انه بيعمل نويز ريدكشن، ففي بعض المرضى اللي هو الصوت حتى لو صوت بسيط، يعني في بعض المرضى يجوا يقولوا لي يا دكتور انت عارفه بس لو حتى مشي جنبي دبت النمله في الاوضه لو سمعتها اصحى أقلق منها. في ناس نومها خفيف، أقل صوت حتى لو الانتنسيتي بتاع الصوت بسيطة وغيرنا ممكن ما يصحاش عليها، لكن في مرضى بيصحوا على انتنسيتي خفيفة. طيب المرضى دول نسيبهم يعني بكواليتي سليب وحشة، أو نسيبهم كل شوية يقلقوا كل ما حد يخبط ولا جرس التليفون يضرب؟ لا، في جهاز دلوقتي بيعمل blocking of noise. جهاز قدام حضراتكم صورته على الشاشة، بيركب في الأوضة وبيعمل blocking of noise في الأوضة اللي هو راكب فيها، وبالتالي أنت بتدخل الأوضة بتبقى معزولة من الصوت، والناس اللي نومها خفيفة وعندهم المشكلة دي بنوفر لهم quality أفضل من السليب من خلال النويز ريدكشن. الجهاز ده مثلا قايم على فكرة، عارفين فكرة المديتيشن أو البايو فيدباك، لما بنقول للمريض breathe deeply عشان تعمل stress relief وتعمل monitoring وتقدر تكنترول في الريسبيراتوري ريزم بتاعك، واحنا بنعمل البايو فيدباك relaxation techniques. الجهاز ده مصمم إن هو يعمل relaxation technique بشكل smart، مجرد ما المريض ياخده ويحضنه زي كده هو بيعمل ستيميليشن للشست وول والبريدنج ريزم بالطريقه المظبوطه المطلوبه علشان انت تدخل في ريلاكسيشن ستيت، وعشان انت تدخل في بارا سمباثيتك ونوت سمباثيتك ستيميليشن، فيبتدي المريض يبقى ريلاكسد ويبقى في اندكشن اوف سليب بشكل ايزي. للناس اللي هي ممكن الاسترس او السايكوفيسيولوجيكال انسوميا نتيجه ان هو ورير، فبيوري كتير وقت النوم بالذات، يعني ما يحلاش التفكير في المشاكل والنيجاتيف ثينكينج اكتر حاجه الا وقت النوم او النص ساعه اللي هيدخل فيها ينام. الجهاز ده اتعمل عشان الناس دي، عشان نوفر لهم ستريس ريليف ات بيد تايم، وبالتالي يدخل في النوم بشكل أسهل. الناس اللي بتشخر أثناء النوم حتى لو هو habitual snoring، ده بيبقى مزعج أكتر للشخص اللي جنبه، يعني أو البارتنر اللي بينام معايا في الأوضة. فالجهاز اللي حضراتكم شايفينه الشخص لابسه على بطنه ده بيعالج السنورينج إزاي؟ أول حاجة لما المريض بيعمل snoring هو بيعمل blocking للنويز بتاع السنورينج، فالبارتنر ما بيسمعوش، أو لو سمعه بيبقى حدة الصوت أقل، وبالتالي الشخص بيشخر ولكن البارتنر مش بينزعج. تمام؟ ده أول حاجة الجهاز بيقدمها. الحاجة التانية اللي الجهاز بيقدمها إن هو بينبه السنورر نفسه للposition اللي هو بيشخر فيه اكتر، يعني ممكن واحد بيشخر اكتر وهو نايم على ظهره، الجهاز اوتوماتيكالي بيخليه ينام على جنبه من غير ما يصحيه، وبالتالي هو بيعدل البوزيشن بتاع النايم للوضع اللي هو بيشخر فيه بشكل اقل.
كلها حاجات سمارت. ما تسألونيش بقى يعني الاكتوال انتليجنس او الارتفيشال انتليجنس اللي عملوها بيها ايه، لانه انا مش عارفاه، ولكن انا عارفه الاوتكم بعد اختراع الجهاز ايه الفايده اللي هو بيقدمها. ده مثلا برضو زي الجهاز اللي شفناه من شويه بتاع اللوسيد دريمر. الجهاز ده هيبقى بيساعد على الديبر، ولكن هو عبارة عن باند بس أستيك، سمارت أستيك هيتلبس وهيساعد على إنه الشخص يخش ديبر سليب. طيب، في ناس ما بتعرفش تنام في النور، تمام، أو في الإضاءة لازم الدنيا تبقى ضلمة، وفي ناس لازم النور يبقى والع. طيب، الناس اللي النور بيبقى والع دي هم بياخدوا intensity of life wave of light waves. الحقيقة هي مضرة برضو على circadian rhythm، ومش المفروض ان اللايت waves دي الشخص يتعرض لها لانها هتضر بالبيولوجيكال كلوك بتاعه. فاخترعوا الجهاز ده ان هو بيطلع عبارة عن لمبة تقدر تولعها، ولكن الwave length of light اللي طالع منها مش مضر بالسوبراكيازماتيك نيوكليس أثناء النوم. وبالتالي الناس اللي بتحب تنام في النور وبتحب تولع النور وهي نايمة، هنخليهم يولعوا النور وهما نايمين، ولكن هياخدوا ويف لينك مش مضرة للبيولوجيكال بودي كلوك بتاعهم، ولا مش مضرة في السيركاديان ريتم بتاعهم أو السوبراكيازماتيك نيوكليس بتاعهم. الجهاز ده مثلا يتربط فين؟ بيتربط على الماتريس بتاعه، على هيتحط على المرتبه. هو جهاز وفي استك هتقوم لفه حضرتك على المرتبه اللي المريض هينام عليها ويقوم هو نايم، تمام. ومرتبط بابلكيشن على السمارت فون، جواه سنسورز برضو، رادار سنتر سنسورز، بيبعت الداتا مباشره للابلكيشن عبارة عن sleep detector أو sleep tracker و light sensor كمان. زي ما حضراتكم شايفين كده اتحطت على المرتبة بأستك، والمريض نايم مش حاسس بيها أصلاً، ملوش علاقة بيها، هينام نومته العادية مرتاح جداً، وفي نفس الوقت عنده حاجة شبه البوليسومنوجرام في البيت. وده جهاز زي ما حضراتكم شايفين، ممكن تقولوا عليه مثلا منبه، ولكن هو سليب تراكر عن بعد، زي ما انا قلت بتكلم على النيرابل وليس الويرابل، وبالتالي هو ما فيش تاتش او ما فيش كونتاكت بالبودي بتاع البيشنت خالص، ومن خلال الرادار تكنولوجي بيقدر ان هو يعمل سليب تراكنج. كارديولوجي بيربس هعديها، لانه بس ليه دايما بتكلم على الكارديولوجي؟ عشان النقطه اللي قلتها لحضراتكم، حته الاسكيميك هارت ديزيز، حته الاريثمياز اكتر حاجه بتحصل اثناء النوم، ممكن الستروكس، الحاجات دي. فالكارديولوجيست مهتمين جدا بموضوع النوم لانه له علاقه ببريفنشن اوف ذيز انسيدنتس، وبالتالي بيعملوا سيفنج اوف لايفز بيتر هيلث the outcome for these patients. البيبر دي قديمة شوية لكن مش قديمة قوي، أنا خلاص خلصت. أنصح حضراتكم تبصوا عليها، هي بتتكلم على مقارنات ما بين السليب تكنولوجيز كلها، سواء الويرابل تكنولوجيز، وبتقول أنه أفضل وإيه الميزات في ده وإيه العيوب في ده. وأنا حاولت برضو أن أنا لخص كل تكنولوجي او كل جهاز موجود والويب سايت بتاعه، فطبعا البرزنتيشن هتبقى عند حضراتكم، تقدروا تقضوا الوقت الكافي ان انتم تخشوا على المواقع دي وتعرفوا اكتر. وانا المفروض خلصت، بقى لي 2 سلايد بس حابه ان انا حضراتكم تشوفوهم. الجهاز معلق، المقفل، الوقت انتهى، انا خلصت خلاص، خلصت خلاص. بس يا ريت حضرتك لو تساعدني في اخر سلايدين مهمين حتى الناس تشوفهم. يعني ايوه،
هو الكتاب ده صحيح، ده الشابتر بتاعي عن ال condition of sleep medicine in Egypt دلوقتي، ايه عدد السليب لابس اللي موجوده في كم محافظه، كم عدد السليب فيزيشنز اللي موجودين جوه مصر. لكن الكتاب نفسه لو حضراتكم شفتوه هو مقدم وضع السليب ميديسن في كل انحاء العالم، وده الشابتر بتاع ايجيبت بس انا كتبته، ولكن باقي الدول العالم كلها، السعوديه، الامارات، عمان، الدول الاوروبيه، امريكا، استراليا، كل دولة مقدمة إيه وضع السليب ميديسن أو السليب لابز عندها والسليب فيزيشنز. في النهاية حابة بس السلايد بتاعك، شكرا تسهر. أنا أسفة إذا كنت اتكلمت كتير، وده برضو اتكلمت كتير توشتكم أو كنت مملة، لكن بشكر دكتور وليد مرة تانية على الدعوة، وبشكر كل واحد من حضراتكم قاعد وسمعني. وأنا مش عارفة هل دلوقتي الوقت انتهى هنقفل ولا في مجال للأسئلة، وأنا هبص بس على الشات. شكرا دكتورة نبيل، يعني محاضرة قيمة وأبديت رائع. معنا 5 minutes لبعض التعليقات والأسئلة. دكتور نزار. شكرا جزيلا دكتور وليد، شكرا دكتورة نيفين for this very simplified lecture, at least in the first part of it. بسبب الوقت عندي تعليق واحد فقط. You gave an example about PTSD and the dreams, etc., etc. You know, we have a condition, Parkinson's disease, where the patient during sleep he attacks his partner or whoever is close to that. Can you elaborate on that and whether these devices can discover that disorder? Thank you. الديسوردر ده هو الريم بيهيفير ديسوردر، اللي هو السليب ديسوردر اللي بيحصل في الباركنسونيان بيشنتس. ويس، لو حضرتك بعد محاضرتي دي طبعا حضرتك هتبتدي تدور على اليوز اوف اكتيجرافي واليوز اوف سليب تراكرز في الديتكشن اوف ريم بيهيفير ديسوردر، وهتلاقيها موجوده. و ات كان دايجنوز، and when you start treating you can follow up your management. بس هي بتساعد او لا في الدايجنوزز والمانجمنت؟ اه بتساعد في الدايجنوزز والمانجمنت. Thank you. دكتور سداد. شكرا جزيلا على هذه المحاضره. It's a nice update about sleep disorders and sleep technology. I think what is really we are facing up with is the cost of these technologies to the general public, to the health service in general. And unfortunately, I mean, just, you know, thinking about the United Kingdom, you know, I mean, I know maybe in London in the private sector, but we find that, for example, I mean, the sleep studies are, you know, I mean, there has been a cut down on the services provided. And unfortunately, I mean, this is not very helpful, especially for people with psychiatric disorders. So for now, I mean, for example, sleep labs, you know, I mean, most of the time, you know, you hardly get an appointment. Sometimes staffing levels have diminished. But on the whole, I mean, sleep remains the most important part of our lives. I mean, half of, you know, we spend at least one third of our life, you know, being in this in a state of sleep. And the lecture was so informative and up to date. Thank you very much indeed. Now, I agree with you with your comment. وللأسف حتى the sleep studies, it is not covered by insurance. It is expensive in most of the places, مش بس UK, حتى داخل Arab countries هي expensive. وناس كتير cannot afford it. بس احنا برضو عندنا عقول عربية جيدة وحلوة، وعندنا artificial intelligence في الجامعات، وعندنا مخترعين، ونقدر ان احنا ننقل التكنولوجي دي يعني ده عملي طبعا، ممكن اكون بحلم، بس انا متأكدة انه الحلم ممكن يبقى حقيقة، وفي المستقبل القريب احنا عندنا عقول عربية تقدر تخترع حاجات شبيهة وتقدر تستخدم تكنولوجي أقل، وعندنا مصانع وعندنا حاجات تقدر تعمل الحاجات دي بسعر أرخص. وعندنا زي ما صخر مثلا عمل كمبيوتر في وقت من الأوقات
بتكنولوجيا عربية وبسعر أرخص من لينوفو ومايكروسوفت، التكنولوجيا دي أهم وأولى، لأنه في بعض السليب ديسوردرز محتاجة البوليسومنوجرام عشان تتشخص. يعني السبجكتيف سليب داتا اللي بتاخدها من المريض مش هتبقى كافية. فعشمي طبعا أنا موافقة حضرتك في الكومنت اللي قلته، ولكن عشمي إن إحنا نقدر نوصل للحلم أو الحاجة اللي أنا يعني عندي أمل فيها إنها تحصل، وإحنا عندنا الإمكانيات إن إحنا نعمل كده. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. question من الدكتورة مها عن candidate device differentiate between restless leg syndrome and radiculopathy induced by sciatica. طيب، هو طبعا هو أنا صحيح عندي background of neurology، ولكن أنا مش neurologist. فحتة الريديكيولوباثي دي، هل المريض يا دكتورة مها في الريديكيولوباثي بيحرك الرجل بنفس طريقة الريستلس ليج سيندروم؟ أنت حضرتك عارفة، أنت sleep physician وعارفة يا مها إنه الريستلس ليج سيندروم له certain criteria على البوليسومنوجرام عشان يتشخص. الكريتيريا دي كريتيريا في الموفمنت، كريتيريا في المسل كونتراكشن، كريتيريا في الديوريشن بتاع الموفمنت بتاع اللمب أثناء الحركة نفسها، عدد المرات اللي عمل فيها الحركة دي، الداي تايم فانكشن كريتيريا اللي أسوشيتد. يعني في سيرتن دايجنوستيك كريتيريا أو سيرتن بارامترز جوه البوليسومنوجرام بتشخص بيها الريستلس ليج سيندروم. فهي نفس البارامترز دي يا دكتورة مها بتتحط في التكنولوجي بتاع الاكتيجراف. فهو he can detect it is restless leg syndrome. It cannot detect it that it is radiculopathy or other causes of movement because التكنولوجي أو البارامترز اللي اتحطت عشان يتقاس بيها restless leg syndrome according to the criteria بتاعة الأمريكان أكاديمي of Sleep Medicine. وبالتالي هي بس وفرت الليد بتاع الرجل اللي بيتحط في البوليسومنوجرام وبنطلع منه بداتا انه حصل ريستلس ليج سيندروم. لا، انت بدل ما تحطي الليد دي وتشوفي ريستلس ليج سيندروم منه، هتشوفي ريستلس ليج سيندروم من الاكتيجراف. ويبقى اكون جاوبت السؤال. And I'm quite sure because they, if you do a search, if you do a research, you will find studies of restless leg syndrome detection with acidity. Thank you, Doctor. يعني حقيقة مو بس updating، وإنما these things are novel for me. يعني smart ring with smart gloves. I think this is very important. بغض النظر يعني ما موجودة عندنا إحنا بلدنا طبعاً. We don't have a sleep lab and. Usually we depend on the history or collateral history. يعني subjective هو طبعا النوم، خصوصا هذه السنين they زيد السهر بالليل والنوم بالنهار، واعتقد هذه ظاهرة تكاد تكون عامة. My question is because the clinically the symptoms overlap of restless leg syndrome and radiculopathy. You see, in radiculopathy also you have this funny feeling and the need to move the legs, which is also present in restless leg syndrome. So that's why I was asking this, and thank you for clarification. يا رب بس تكون الإجابة وضحت الفرق. سؤال أخير قبل ما نختم. The role of such devices in complex partial seizure detection in sleep. لا، هو طبعا السيجر حضرتك أساسي فيه إن أنا يبقى عندي EEG بغض النظر عن باقي بقى الموفمنت اللي بتحصل من باقي البادي. فهو أساسي إن أنا يبقى عندي EEG. وبالتالي for sleep related epilepsy لازم هنا البوليسومنوجرام، ولازم كمان مع البوليسومنوجرام مش التمانية ليدز اللي أنا اتكلمت عليها بتاعت السليب، لا أنا لازم أستخدم الفول فولتاج. فإحنا بنعمل حاجة اسمها sleep اللي هي sleep related fits، بستخدم بوليسومنوجرام with full مونتاج EEG، ولكن من غير الـ EEG مش هقدر أشخص إبيليبسي طبعاً أياً كان نوعه.
شكرا جزيلا دكتوره على المحاضره القيمه وشكرا للحضور. انا بشكر حضراتكم جميعا، حضرتك في الاول وكل حضور باي نيم اللي سمعتوني وتحملتوني لحد الاخر على هذه المناقشه القيمه. في الورلد سليب سوسايتي انا باكد مره تانية انا الميدل ايست كوردينيتور، فاي حد من حضراتكم حابب يعمل اكتيفيتي على السليب، ادوكيتيف اكتيفيتي على السليب، هتحتفلوا بالورلد سليب داي، you can contact me, I can help you and I will let you even submit the activity للworld sleep society. ويبقى اللينك بتاع الاكتيفيتي اللي عملتوها موجوده والعالم يبتدي يعرف ان العالم العربي في ناس بتيدوكيت حوالين السليب ومهتمه بالسليب كهيلث كهيلث بارامتر وليس كحاجه فانسي يعني او حاجه راحه وخلاص. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. نلتقي في المحاضرة القادمة في 1 أغسطس إن شاء الله على الطريقة الجديدة كل أسبوعين. تصبحون على خير. مشكرة جدا جدا، تصبحوا